ايه قصة المفاعل النووي اللي حضرتك صممته وعامل تصميماته، وخاصة ان مصر قررت فيما يشبه القرار النهائي خلاص مش هتنزل المرة دي، هننشئ اول مفاعل نووي في منطقة الضفة. مصر قررت كده؟ هو قرار اللي اتقال خلاص يعني. انا من الارض دي تمام وعوض اللي بس ادي الصور معروضة اهي، وحضرتك ممكن تعلق عليها. الحقيقة ده نموذج لأول مفاعل نووي مصري حقيقي يتصمم ويتصنع في مصر بعقول مصريه وايدي مصريه. شاركني فيه 10 من طلبه جامعه اسكندريه ومصنع وطني في 6 اكتوبر. كانت فكرته كله ان احنا عايزين نعمل مصر محتاجه الى نوعين من المفاعلات. مفاعلات كبيره اللي هي زي مفاعل الضبعه، ده مفاعلات بتكلم على 1500 ميجا وات، انا بقول 20 مفاعل من دول يغطوا مصر بالكامل لمده 60 سنه. لكن مصر 95% من اراضيها صحراويه. نعم. وبالتالي كان تفكيرنا طب احنا الاراضي الصحراويه دي اللي ما فيهاش ميه ومش قادر اوصل لها ميه، هل اقدر انا اعمل مفاعل نووي صغير مش محتاج للمياه تدريج كبيره في هذه الارض؟ فكان هذه فكره تصميم هذا المفاعل اللي انا مسميه اليكس 50. هو مفاعل 50 ميجا وات يخدم 200,000 اسره وقابل للإقامة في المناطق الصحراوية أو النائية، ومش لازم يكون على البحر أو على النهر. ومستو إن هو مش بس بيطلع كهرباء، ده بيطلع كهرباء ومية حلوة. طب هو عفوا وحضرتك اكتفيت بإنشاء وتصميمه بس؟ والله أنا مش فاكر على جهات مختصة. إحنا خلصناه في يوليو 2013، يعني بقى سنة أهو. بقى لنا سنة تقريباً. حاولنا نكمل فيه لان هو كان دي المرحله الاولى، لسه في اجزاء ثانيه كتير نكملها، يعني هي دي بس البدايه نقول لا احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه. مع الاسف يعني واجهتني صعوبات. زي ايه؟ زي اولا التفكير في مصر انه مش معقول ان في مصريين يقدروا يعملوا حاجه كبيره زي دي. حضرتك بتتخيل بقى مفاعل نووي دي يعني دول لا ما عفوا حضرتك عامل سبيل حاجات كبيرة مفتشي الطاقة الذرية. لا البعض الراجل يعني التاريخ انت مش يمكن ضرني احيانا ان انا كنت بظهر في الاعلام لاسباب اخرى، فالناس شايفاني ان انا راجل بواجه الميديا او ان انا بتكلم على المفاعل ده كمفاعل اعلامي، ده البعض يتخيل هذا، او انه مفاعل جاب ان هو كرتون ولا ماكيت ولا حاجه كده. بس هو المفروض هيقطع لتجربه يعني الامور طبعا اكيد. انا كان دايما طلبي للناس دي قبل ما تحكم على الاول اتفرج عليه بعد اشوفه، هو ما شافش ومرقوم لحد دلوقتي ما اعتقد ان تقريبا مفيش حد معروض يا شباب. ما حدش شافه. الفكره الثانيه ان انت تعالى ناقشني علميا، انا بقى حياتي كلها المفاعل عشت كله ويعني حبي البالغ للمفاعلات وتصميم المفاعلات، وعلى مدى تاريخي كله عملت كل التصميمات والبرامج الحسابيه، وبعدين ربنا اداني هديه 25 سنه زي ما قلت لحضرتك في الوكاله بروح افتش عن المفاعلات. طبعا انا ما كنتش مفتش عادي، يعني ما كنتش بروح اتفرج واعد الوقود ولا بتاع، لا ده انا كنت بشوف المفاعل ده اتعمل ازاي. جمعت خبره طبعا كويسه كتيره، وبالتالي لما جيت مصر قلت يا ريت الشباب المصري بالذات اللي لسه صاعد يستفيد بهذا، لان الواحد خلاص يعني الواحد مش عايش على طول، فمين اللي هيستفيد بيه؟ الخبره اللي انا اخدتها دي هنقلها ازاي للناس؟ مع الاسف لحد دلوقتي ما جاش يعني اهتمام كبير الا يعني من اسبوع تقريبا في يعني شخصيه بارزه يعني اخيرا ابتدى يحس بحس وطني ان هذا المشروع هام جدا. شخصيه بارزه موجوده في السلطه هيتابع؟ يعني على علاقه بالسلطه لكن مش في السلطه، لكن انا مش عارف اتكلم الموضوع لسه خلص، لكن على الاقل اول واحد اشوفه في مصر قلبه على مصر وعايز يعمل حاجه للبلد، على الاقل يعني يحل ازمه في تقديري انا هي العمود الفقري لكل ازمات الاقتصاد المصري، هي ازمه الفقر اللي احنا داخلين فيها مع الاسف في نطق مظلم وسيء ومش عارفين نحل فيها ايه. حضرتك قلت لي